وعندك صور قديمة بقى. أو ورينا كده، أو فيديوهات مثلا قديمة، أو في فيديو هبعتهولك برضو ما بشوفه بتضايق أوي. هي دي بقى، ده أكبر ابتلاء على فكرة، إن يبقى عندك صورة قديمة، بتبقى حاجة بتوجع قوي. في واحدة تانية صح؟ واحدة تانية يعني، معلش، واحدة تانية يعني شيطان وملاك. ده بجد بجد، ملاك وشيطان. يقول لك ايه ده؟ غضب ربنا على الوش. هو فعلا غضب ربنا بقى على الوش؟ هو ربنا غضبان عليا اكيد، مش عارف، ما عملتش حاجة والله. يعني الصبح كنت قاعدة، معرفش ايه اللي خلى بنتي تبعت لي فيديو. لا لا، انا في فيديو هبعته لك دلوقتي. طلع بس بنتي كانت بعته لي. معلش انا اسفه. ها معلش. طيب انا بس كل اللي انا عايزه اقوله، احنا طبعا عايزين ناخد تليفونات. انا عايزه اشكر كل الناس اللي سالت عليا. كمية ناس جدعة رهيبة، يعني كمية ناس ادتني قوة غير طبيعية بجد. يعني زملاء، اولا حكاية عدوك ابن كارك دي مش حقيقية خالص. انا عندي دعم رهيب، يعني بشكر جدا رضوى الشربيني، اجدع واحدة شفتها في حياتي جدا. بشكر جدا لميس الحديدي، بشكر جدا مريم امين، بشكر جدا فنانين كتير قوي 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 يكلموني قوي، يعني مريهان حسين، ريام عبد الغفور، ميسة حمدان، دينا، ناس كتير قوي قوي بشكركم جدا جدا جدا. والناس بقى اللي معرفهاش بقول لكم، بتكلمني من انجلترا، وكلمني كل حد تسال عليا، ده يعني بيحسس الواحد ان فعلا هو مش لوحده والله بجد. يعني انا لوحدي قوي، بس بيحسس الواحد ان هو مش لوحده خالص. انا الحقيقه بص، انا مش هنقدر نكمل، لان انا حلفة قبل ما اطلع ان انا يعني ايه التزم الصمت. اولا ما اتكلمش عن حد، ما اجيبش سيرة حد، وده بيبقى صعب قوي وانت بيتقال عليك حاجات كتير. وتاني فكرة ان يحصل لك تسريبات صوت من على واتساب، دي جريمة بيعاقب عليها القانون. كنت اقدر اعمل نفس الحكاية، لكن دي جريمة 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 في كل، يعني في كل البلاد. فالصحفيين اللي بياخدوا صوت ويسربوه، لازم تعرفوا ان انتم متحملين برضو المسؤولية. بس انا يعني انا على فكرة، انا لما بتكلم مع حد بتكلم، وانا بعتبر، كنت دايما اقول للناس اللي بيشتغل معايا كده، اللي يسجل يسجل واللي يذيع يذيع. انا لما بتكلم بتكلم اكني بتكلم قدام الدنيا كلها، لا ما عنديش اي حاجة اخجل منها.
ولكن بطلب من المواقع المصرية زي القاهرة 24 التحري، الدقة، لأن أنتم موقع كبير في اللي بتكتبوه، لأن لازم يبقى فيه مستند. أكيد الدكاترة بتوع التجميل مش فاتحين جمعيات خيرية بيعملوا حاجات ببلاش أو بيعملوا عنوتة. طب هما لو بيعملوا عنوتة، بص حاجة ده بيترفع ساعة عينيا بتتعمل كده ومش هات لنا الفيديو. لا ليه؟ عشان لا خلاص ارجع. دي بقى اكتر عقاب. بس الحمد لله الواحد بقى بيعمل ايه؟ يقعد يقول لنفسه الحمد لله انا لسه بشوف. يعني صحيح عينيا اتشوهت، بقى في عين طالعه، عين متشعلقه كده، وعين نازله، وحفر هنا وحفر هنا، وكميه بقى تقطيع. انا عندي بشل هنا، عندي سكينه هنا وسكينه هنا وسكينه هنا، مش باينين طبعا. ده بعد جلستين ليزر عشان الخياطه تروح. بس يعني انا اسفه جدا جدا جدا، بس فعلا مش هقدر اتكلم في موضوع تاني، ومش هفضل اتكلم في الموضوع ده. زي ما قلت لكم انا مش عايزه ارد على حد ولا اتكلم على حد، لان هناك اماكن وجهات تحقيق محترمه جدا 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 ساتجه لها وبقوه لاخذ حقي اللي هو سمعتي اولا، اللي اتقال عليا رد سجون، واتقال عليا نصابه باخد فلوس ولا عليا فلوس، واتقال عليا حاجات كتير قوي لمجرد ذنبي ان انا اتشوهت. كان لازم اتشوه، وانا اتشوهت وسكت على فكره. هو ده اللي يضايق، ان انا اتشوهت وسكت وقلت مش لازم اقول لكل الناس ان انا اتشوهت، لانها اولا حاجه مضره جدا لشغلي. بس لما بقى اللي قدامي هو اللي افصح عن الحكايه استغربت قوي، وكمان طلعت انا الوحشه في الاخر. يعني انا بطلب من كل جمهوري زي ما دايما بطلب منكو، ان للناس اقول لكم ادعوا لمحمد، ادعوا لاحمد، ادعوا لكده. انتوا عارفين ان احنا مع بعض يعني عملنا قضاء حوائج الناس كتير، وقفنا ناس كتير، وحطينا ايدينا في ايدين بعض عشان نرجع الحق لناس كتير. فاول مره هبقى عايزه ارجع الحق لنفسي، وبطلب منكم الدعاء بجد. وانا مؤمنه جدا 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 ان الهوايل بتحصل والمعجزات بتحدث بالدعاء. بطلب كل جمهوري اللي بقى لي 25 سنه بقابله انه يدعي لي، انه وانا واقفه لوحدي خالص بوش مشوه يعني نفسيه زيرو، بس الف حمد وشكر والله العظيم، والله من قلبي الحمد لله الحمد لله اني لسه بتكلم لسه بشوف. صحيح ما فيش قدره على التحكم في البربشه، لكن لسه بشوف. حاسه ان حد شددني من بصوا معموله كده، عندي عيوب فظيعه وانا بتكلم بتطلع لي في جناب وشي كلها. بصوا وشي بيعمل ازاي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبشكركم جدا. وعايزه اقول لكم ان هنروح لفاصل ونرجع على حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان لو نقدر ما نعملش عمليات، ولو نقدر ان احنا نبقى حلوين طبيعي ونبقى رفيعين وجمال، طرق سهلة جدا جدا ان احنا نبقى حلوين. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف.